افتتاح مول كبير بالاسكندرية يخدم سكان مول بأكمله. هنستفيد ايه بالمول؟ انت مش عارف ان المول ده استثمار مهم جدا؟ ده لما فتح 600 واحد يشتغلوا دفعة واحدة، منهم عمر اشتغل في البنك، ومعتز في محل النظارات، والهامي في محل الملابس. الهامي خلى اخو سعيد يورد للمحل، والاستاذ عبد الله صاحب المصنع دخل معاه شركة وكبروا خط الانتاج، وعمال المصنع اللي بيفطروا من محل عم عوض بيزيدوا. فجاب لمراته عطيات المكنة اللي نفسها فيها، وابتدت تربي زباين، وجابت معاها سماح جارتكو، وسماح جابت هدى. هدى اختك، شفت عملت لك ايه؟ عرفت بقى هتستفيد ايه بالمول؟ كل مشروع استثماري جديد بيخلي الكل يستفيد. الاستثمار يعني عمار.